اهلا بكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في الوطن العربي الكبير، وطبعا بالتاكيد خبريه واخباريه لقناه النادي الاهلي خلال شهر رمضان الكريم. كل سنه وكل الشعب المصري والامه الاسلاميه وجماهير النادي الاهلي في كل مكان طيبه وبخير، ورمضان كريم يا رب على الجميع. يمكن النهارده اخبارنا كثير عديده الشهر القادم، لكن دايما هذه الفترة بتكون مليئة بالأخبار، سواء أخبار الأجهزة الفنية والتعاقدات والاستعدادات الفنية الخاصة بالفرق خلال الفترة القادمة. لكن في صدر أخبارنا النهاردة ومن أهم أخبارنا يمكن عصر اليوم، قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالتنسيق مع الشركة الراعية لقناة الأهلي تعيين الكاتب الصحفي الكبير دكتور خالد توحيد رئيسا للقناة، وتكليفه بتقديم تصور كامل لتطوير خلال الأيام القليلة المقبلة. وأيضا من ضمن هذه الأخبار ومتابعة لهذا الخبر، يمكن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ستعقد اجتماعا يوم الأحد مع رئيس القناة دكتور خالد توحيد خلال الأسبوع القادم، حيث تم الإعلان أن الدكتور خالد توحيد سيكون في هذا الاجتماع حاضر مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي لتقديم تصوره للمرحلة القادمة وخطة تطوير القناة لتتناسب مع طموحات وأعضاء وجماهير النادي الأهلي، وشرح وجهة نظره حول خريطة البرامج التي سيتم العمل بها مستقبلا. زي ما احنا عارفين النهاردة يمكن عصر اليوم كان شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أعلنت تعيين دكتور خالد توحيد رئيسا لقناة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وبنتمنى التوفيق يا رب بإذن الله لأسرة الأهلي الإعلامية والمنظومة الإعلامية خلال الفترة القادمة ولقناة النادي الأهلي، اللي بالتأكيد هناك اهتمام كبير جدا من جماهير النادي الأهلي ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي من خلال متابعة خبرية ومتابعة حصرية للقناة التي تقوم بعرض كل الكواليس وكل المتابعات الخاصة بفريق النادي الأهلي سواء في كرة القدم أو حتى في الألعاب الجماعية المختلفة خلال الفترة الأخيرة. أيضا من ضمن أخبارنا النهاردة، ويمكن في هذه اللحظات بدأت جلسة فتح المظاريف الخاصة المظاريف المالية الخاصة برعاية النادي الأهلي لعروض الرعاية وفقا للمزايدة التي أعلنها النادي الأهلي، وتتنافس على حقوق رعاية النادي ثلاث شركات بالتأكيد هي مؤسسة الأهرام وشركة بريزنتيشن سبورت وشركة سيلا سبورت. وفي هذه اللحظات داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة بدأت منذ قليل جلسة فتح المظاريف المالية، خاصة أن بالأمس كان هناك جلسة أخرى لفتح المظاريف الفنية، وزي ما احنا شايفين قدامنا هي لقطات حية منذ قليل للشركات المتنافسة التي حضرت منذ قليل لمقر النادي الأهلي بالجزيرة لحضور يعني جلسة فتح المظاريف المالية الخاصة بعروض الرعاية الخاصة بالنادي. كان بالأمس زي ما قلت لكم كان في جلسة فنية لفتح المظاريف والاستفسارات الفنية، ويمكن الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي كان قال إن إدارة الشؤون القانونية بالنادي قدمت تقرير مفصل لمجلس الإدارة، وتم تحديد اليوم جلسة منعقدة حاليا لفتح المظاريف المالية في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وزي ما احنا شايفين في اللقطات معنا سيادة الوزير طبعا العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه الجلسة المهمة جدا. وزي ما احنا متابعين خلال السنوات الأخيرة وخلال الفترات الأخيرة دايما النادي الأهلي في مسألة الرعاية سباق ودايما له الأولوية وله الريادة في الأرقام القياسية التي يضربها من خلال حقوق الرعاية التي تفوز بها الشركات خلال السنوات السابقة. وفي هذه اللحظات طيب واحنا متابعين لكل تفاصيل خاصة بفتح المظاريف المالية الخاصة برعاية النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، معانا على الهواء مباشرة مراسلنا وزميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي لأنه يطلعنا بقى على كل التفاصيل الخاصة بجلسة فتح المظاريف المالية وآخر المستجدات عنده في هذه اللحظات في مقر النادي الأهلي بالجزيرة في ظل اهتمام إعلامي كبير جدا ومتابعة من جماهير النادي الأهلي لهذه الجلسة، لأن بالطبع يعني النادي الأهلي لما بيتم الإعلان عن رعايته بتبقى هناك منافسة كبيرة جدا بين الشركات. أمير برحب بيك في البداية وعايز أطمن منك وجمهور النادي الأهلي في هذه اللحظات منتظر يسمع منك الجديد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفتح المظاريف المالية الخاصة بمزايدة رعاية النادي الأهلي. كل عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل زي ما أنت بتقول من خلال تواجدنا هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بدأت منذ لحظات فعاليات فتح المظاريف الخاصة أو المظاريف المالية الخاصة برعاية النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات قادمة، وده من خلال مشاركة ثلاث شركات كبرى سواء مؤسسة الأهرام أو شركة بريزنتيشن وشركة صلة.
والأكيد بيتنافسوا على رعاية النادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة إن شاء الله. خليني أقول لك إن الجلسة لسه مستمرة، ابتدت بالظبط منذ حوالي 10 دقائق، من المتوقع إن هي تصل لمدة ساعة، من يعني ما يقرب من ساعة لساعتين كده، لحد إن شاء الله ما يتم حسم هذا الملف بشكل نهائي. لكن خليني أقول لك اللي بيحضر من مسؤولي النادي الأهلي في هذه الجلسة، كل من المهندس خالد درندلي طبعا أمين الصندوق ورئيس اللجنة، وأيضا بيحضر الأستاذ عصام سراج طبعا، الدكتور عصام سراج مدير التسويق، وده بالإضافة أيضا لبعض الشخصيات اللي بيديروا هذا الملف أو المسؤولين على هذا الملف من خلال تواجد 3 شركات واللي بينافسوا بشكل كبير جدا على رعاية النادي الأهلي لثلاث سنوات مقبلة. وده شيء مهم جدا، مهم جدا بالنسبة للشركات، وأكيد زي ما هو بالنسبة مهم بالنسبة للشركات اللي بتحاول إن هي تفوز برعاية النادي الأهلي، مهم أيضا بالنسبة للنادي الأهلي إن هو يجيب أكبر عائد في تاريخ الأندية المصرية، ومش بس المصرية إن شاء الله الأفريقية. مستنيين كلنا محمد إن شاء الله إن يكون في رعاية بشكل ضخم كبير جدا طبعا بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترات المقبلة. محمد أمير، هل في أو لمست أي تصريحات من الشركات المتنافسة اللي بالتأكيد في هذه اللحظات في جلسة فتح المظاريف المالية، تصريحات إعلامية اللحظات الأخيرة قبل ما يدخلوا جلسة المزايدة الخاصة برعاية النادي الأهلي؟ أنا شايف حتى كمان في خلفية الصورة عندك زملاء صحفيين، في اهتمام إعلامي كبير عندك دلوقتي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هل لمست تصريحات أو اتكلمت مع الشركات المتنافسة في اللحظات الأخيرة قبل ما يدخلوا، بحيث إن احنا يعني نطلع عن جديد فيما يتعلق برعاية النادي الأهلي والخبر الأهم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي في هذه اللحظات؟ تمام، يمكن زي ما انت بتقول في اهتمام اعلامي كبير جدا يا محمد بهذا الملف وهذه الجزئيه بالتحديد، فبالتالي جميع الشركات يمكن التزموا الصمت قبل الدخول للجلسه، وده يمكن من التركيز الشديد او المنافسه الشديده اللي ما بينهم، ما حدش فيهم كان بيتكلم اطلاقا، كله منتظر لما ستصفر عليه طبعا هذه الجلسه، والكل طبعا بيامل ان هو يفوز بحق رعايه النادي الاهلي ان شاء الله 3 سنوات مقبله، والكل بيتنافس بشكل قوي ان شاء الله ان هو يفوز بهذه الرعايه. بالشكل الأهم أو المهم بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله النادي الأهلي يقدر إن هو يجيب أكبر عقد رعاية في تاريخه إن شاء الله من خلال جلسة النهاردة يا محمد. طيب بالامس يا امير كان في جلسه طبعا لفتح المظاريف الفنيه ويمكن الاستفسارات الفنيه، الشركات بتحاول بتشوف كراسه الشروط، ما يتم في كراسه الشروط ومتابعه ما يدور في رعايه النادي الاهلي. بالامس كانت جلسه المظاريف الفنيه، هل لديك خصوص هذه الجلسه اللي بالتاكيد الشؤون القانونيه كانت حاضرها، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال بعد هذه الجلسه ان تم تقديم التصور للمجلس، وفي هذه اللحظات جلسه لفتح المظاريف الماليه؟ طبعا زي ما انت بتقول امبارح كان جلسه لفتح المظاريف الفنيه، النهارده الجلسه الاهم هي فتح المظاريف الماليه. لكن طبعا ده اكيد ده شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي من خلال جلسه اليوم، وهو او المجيء باكبر عقد رعايه بالنسبه للنادي الاهلي من خلال جلسه النهارده، وهي الاهم يا محمد في كل الاحوال، واللي اكيد ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي ان هو يقدر يجيب عقد رعايه عليه. لكن خليني اقول لك يمكن منذ لحظات كان في زي جلسه وديه كده خرج من خلالها المهندس خالد الدرندلي وقابل فيها الكابتن محمود الخطيب اللي كان قاعد في غرفه او في غرفه الاجتماعات الخاصه مجلس اداره النادي الاهلي، وكان في زي بعض المداولات ما بينهم كده، الوضع ان الامور تبدو ساخنه شويه، في تطورات بالنسبه لهذا الملف. لكن ان شاء الله نتمنى ان في النهايه زي ما بقول لك دايما وبكرر ان شاء الله يكون العائد هو الاهم، مصلحه النادي الاهلي باكبر كم ممكن من المكاسب من خلال هذه الجلسه. بالتاكيد يا امير، وبالفعل وكمان بعد اجتماع او بعد جلسه الرعايه وفتح المظاريف الماليه هناك اجتماع تكميلي لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لاعتماد العدد طبعاً العديد من القرارات ومناقشه بعض البنود الخاصه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي موفق في الرقم جيد خاص برعايه النادي الاهلي خلال السنوات القادمه باذن الله. شكرا جدا، ما احنا شايفين معانا على الهواء مباشره وبعض اللقطات الخاصه طبعا لجلسه فتح المظاريف الماليه الخاصه برعايه النادي الاهلي. وهنا عايز اقول نقطه مهمه جدا الناس لازم تاخد بالها منها، دايما النادي الاهلي سباق وسباق في كل المجالات، ويمكن وانا بتكلم معاكم حتى دلوقتي وهنسترجع واحنا بنتكلم عن اجتماع مجلس الاداره اللي بعد قليل باذن الله بعد جلسه الرعايه واعتماد قرارات لجنه الكوره، وفي بعض الامور اللي اتخذت في لجنه الكوره قرارات مهمه جدا وامور ناس كثيره حتى ما خدتش بالها منها، يمكن اهتمت اكتر بمساله الرؤيه الفنيه والجهاز الفني ومستقبل كره القدم. لكن في نقطه كمان اخرى، يمكن لجنه الكوره ومجلس اداره النادي
الأهلي يركز فيها، ويمكن دي مش موجودة في أي نادي في مصر، لكن دايما الأندية الأوروبية بتهتم بالجزئيات ديت لما بتبقى عايز تعمل شركة كرة قدم، ولما بتبقى عايز تنطلق في مرحلة احترافية جديدة، وإنك بتعتمد على إدارة جديدة اسمها إدارة التراخيص والاحتراف. بالتأكيد هذه الإدارة إدارة مهمة جدا، ومفيش نادي في مصر بالتأكيد عنده هذه الإدارة، لأن دايما إدارة اللوائح والتراخيص في مصر مش متواجدة في أندية كبيرة جدا. لكن لما النادي الأهلي ومن لجنة الكورة والكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة يفكر بهذا الشكل الاحترافي لقطاع كرة القدم في المستقبل، أن يكون عنده إدارة مختصة باللوائح وإدارة مختصة بتراخيص الاحتراف، في ظل أنك بتلعب المفروض في دوري محترفين بالنسبة لي دوري أبطال أفريقيا، وعندك دوري محترفين منتظر في الكرة المصرية خلال الفترة القادمة، مش عارفين هيبدأ إمتى بس المنتظر خلال الفترة القادمة، أنت جاهز بمتابعة اللوائح المتعلقة بالاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي، لأنك عندك لعيبة بتلعب في منتخبات بتشارك في بطولات دولية قارية تابعة للفيفا تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. فبالتالي أنت محتاج أن يكون عندك إدارة متابعة بشكل كبير جدا لهذه اللوائح، سواء اللوائح القارية في الاتحاد الأفريقي كاف أو حتى في فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم، حقك حتى مع الاتحاد المصري لكرة القدم. وإحنا مقبلين أهو على كأس عالم، وعندنا ما يقرب من حوالي من 7 إلى 10 لاعبين في منتخبات بتشارك في كأس العالم، سواء منتخب مصر او حتى منتخبات اخرى، منتخب تونس او يمكن كان طبعا علي معلول موجود في منتخب تونس، كنا نتمنى وجود وليد ازارو في المغرب وجونر اجايه في نيجيريا، لكن هؤلاء اللاعبين الموجودين في كاس العالم في روسيا قيمه تسويقيه من خلال هذه اللوائح، تقدر يكون ليك حقوق ماديه تسترجعها من الاتحاد المحلي لما ياخد الدعم والفلوس من الاتحاد الدولي نظير المشاركه في كاس العالم. فتلك الاداره مهمه جدا، اختيار لجنه الكوره والفكره اللي موجوده في لجنه الكوره وقطاع كره القدم في النادي الاهلي ومجلس الاداره بتفعيل هذه الادارات ودورها المهم جدا. التراخيص خلال الفتره القادمه، انت كل سنه محتاج انك تجدد الترخيص بتاعك عشان تشارك في دوري ابطال افريقيا، وتكون على اتم الاستعداد بالتواجد لو عملت شركه كره قدم في الفترات القادمه زي الانديه الكبيره في اوروبا، سواء بايرن ميونخ او يوفنتوس او ريال مدريد او برشلونه او حتى الميلان في الدوري الايطالي. فبالتالي وانا بتكلم عن الرعايه، شفنا الجزء المتعلق بقطاع كره القدم والرؤيه المستقبليه لقطاع كره القدم بشكل احترافي كبير جدا. ايضا هذا الملف بالنسبه للرعايه، هناك رؤيه مستقبليه بشكل كبير جدا في هذا الملف خلال الفتره القادمه، هناك رؤيه مختلفه تماما، وهتسمعوا حاجه مميزه جدا من اداره التسويق ومن اداره النادي الاهلي في هذا الملف خلال الفتره القادمه. دايما النادي الاهلي بيتجه في رؤى مختلفه، يمكن في هذه اللحظات مفيش تفاصيل الناس ممكن تتكلم فيها بخصوص الرعايه، لكن لما تخلص الرعايه وان شاء الله باذن الله الاهلي يعلن عن الرقم اللي هيتوصل له من خلال الرعايه خلال السنوات القادمه، ولما يخلص ايضا ملف البث الفضائي ونشوف الارقام الحقيقيه اللي هتعلن خلال الفتره القادمه، هتشوف اداره النادي الاهلي رايحه بالنادي الاهلي في سكه مختلفه تماما بارقام باذن الله هتسعد وتبسط جماهير النادي الاهلي في كل مكان، اللي دايما عندها الجديد وتتمنى ان يكون النادي الاهلي رايح في سكه مختلفه، لان هو دايما معود الناس كلها ان هو في سكه مختلفه وفي رؤيه مستقبليه ناجحه جدا باذن الله خلال الفتره القادمه. دي كانت نقطه مهمه جدا اتكلم فيها، وانا بتكلم الرعايه اربطها بقطاع كره القدم، القرارات المميزه اللي اتخذت خلال الفتره السابقه، والنهارده باذن الله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه التكميلي هيتم اعتماد هذه القرارات والرؤيه الفنيه بالاعتماد على كوادر جديده فنيه، كابتن محمد فضل في اداره التعاقدات، كابتن حسام غالي منسق عام لقطاع كره القدم ومستقبل وكادر جديد النادي الاهلي بيكسبه خلال الفتره القادمه، وجود ايضا كمان دخول الكابتن سامي قمصان في الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، مكسب ورؤيه فنيه مميزة جدا، كابتن محمد يوسف صاحب اللقب والفائز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، كل دي حاجات مميزة جدا لازم الناس تركز فيها وتشوف القرارات الفنية. القصة ما بتبقاش قصة فلوس بس، لا، في قرارات فنية وفي قرارات إدارية ممكن بتنقلك نقلة كبيرة جدا خلال الفترة القادمة. تعيين الكابتن خالد بيبو مدير الأكاديميات، يعني ده قرار رائع هايل جدا، خالد بيبو لما يتمتع بإمكانيات كبيرة جدا، وكان مشارك قبل كده في أدوار مهمة جدا حتى في متعلقة برعاية وإعلان متعلقة باكتشاف مواهب، وكان ليه دور كبير جدا حتى وشفنا له فيديو قديم لما كان بتواجد بجوار الكابتن محمود الخطيب ومعاهم رمضان صبحي، شفنا دلوقتي رمضان صبحي موجود فين. فالاختيار الفني وانك بتبني كوادر، وجود حسام غالي، كابتن حسام غالي، كابتن محمد فضل، كابتن خالد بيبو، الاعتماد ايضا كمان على كابتن عادل عبد الرحمن مدير فني لفريق الشباب بالنادي الاهلي والكوادر الشباب المتواجده في النادي الاهلي، كل دي قرارات يعني الناس هتحس بقيمتها الفنيه وبقيمتها الاداريه، وبالتالي هتعود على القيمه التسويقيه والقيمه الماليه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. نتمنى التوفيق يا رب باذن الله للنادي الاهلي، وعلى مدار هذه الحلقه والماليه باذن الله. قناه النادي الاهلي لكل ما هو جديد في النادي الاهلي.
اهلا بكم من جديد وعوده بعد الفاصل. زي ما احنا كنا بنتكلم بالتاكيد عن الاجتماعات المستمره في هذه اللحظات داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يمكن بعد قليل باذن الله بعد انتهاء الاجتماع الخاص برعايه النادي الاهلي وجلسه فتح المظاريف الماليه هيكون الاجتماع التكميلي لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لاعتماد العديد من القرارات الخاصة بلجنة الكورة اللي كانت اجتمعت بالتأكيد خلال الأيام القليلة الماضية، عدة اجتماعات لتشكيل الأجهزة الفنية وتجهيز قطاع الناشئين والاستعداد للموسم القادم وتسكين بعض القطاعات المهمة جدا داخل القطاع الكبير قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي اللي بيولي مجلس إدارة النادي الأهلي اهتمام كبير جدا به خلال الفترة القادمة. مجلس إدارة أيضا هيناقش بعض الأمور الإدارية والإنشائية ومتابعة بعض القرارات الخاصة بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة وأيضا متابعة العملية داخل النادي الأهلي في شهر رمضان الكريم، وهناك أحداث كثيرة وإيفنتات اجتماعية عديدة لأعضاء النادي الأهلي بالتأكيد برضو عضو النادي الأهلي بيلقى الاهتمام من مجلس الإدارة في هذا الاجتماع، وهناك العديد من البرامج وعايز أقول لكم هناك فقرات كثيرة وبرامج كثيرة تقام خلال شهر رمضان الكريم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفي الفروع الأخرى في فرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد. لكن الجزئية اللي بالتأكيد جمهور النادي الأهلي بيهتم بيها في الفترة الحالية الاستعداد بقى للمرحلة القادمة والموسم القادم ومعسكر الإعداد والمدير الفني القادم، كل هذه الاهتمامات بالتأكيد لجنة الكورة ومجلس الإدارة بيولي ليها اهتمام كبير خلال الأيام القادمة. وزي ما احنا شايفين معانا لقطات حصرية لاجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس لجنة الكرة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان مهتم جدا بالاجتماع بأعضاء المنظومة القروية بعد القرارات الجديدة الخاصة بالتعيين الجهاز المعاون بالنسبة للفريق الأول، تعيين المدير الفني لفريق الشباب مواليد 97، وهذا الفريق هيكون مهم جدا لأنه هيكون نواة للمنتخب الأولمبي. البعض بيعتقد أن مواليد 97 هتكون مسابقة 21 أو 22 سنة، مش هتبقى من المسابقات المهمة، لكن أنا بقول لكم هتبقى مسابقة مهمة جدا واتحاد الكرة هيعدها بشكل كويس. عشان كده تم اختيار الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب، كابتن سمير عدلي مدير اداري بالنسبه لجهاز الفريق الاول، كابتن محمد يوسف بالتاكيد المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، كابتن سامي قمصان احد المدربين الواعدين واللي نجح مع حرس الحدود وصعد به للدور الممتاز متواجد كمدرب مساعد في الجهاز الفني، كابتن حسام غالي المنسق العام لقطاع كره القدم وعضو لجنه الكوره، نتمنى له التوفيق يا رب باذن الله في الخطوه القادمه ويكون كادر اداري رياضي مهم جدا هتكسبه مصر وهتكسبه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. زي ما احنا شايفين لجنه الكوره بحضور الكابتن محمود الخطيب، كابتن زيزو، كابتن علاء عبد الصادق وفي كل الحاضرين، يعني انا مش عايز انسى حد، كابتن خالد بيبو مدير الاكاديميات الخاصه بالنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، ايضا متواجد كمان هيكون كابتن عبد النبي عاشور هيكون مسؤول عن مدرسه الكوره والمتابعه مع الكابتن خالد بيبو في الاكاديميات، المهندسه حنان الزيني مدير اداره اللوائح والتراخيص، وهذه الاداره اللي قلت لكم هتبقى مهمه جدا لان النادي الاهلي رايح في سكه مختلفة تماما في هذه الجزئية. كابتن فتحي مبروك بقى أحد علامات الكرة كرة القدم في النادي الأهلي مدير قطاع الناشئين وكان ليه خبرات كبيرة جدا في هذا الملف في قطاع الناشئين، شايفين تواصل أجيال، شايفين كابتن فتحي مبروك، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن حسام غالي، الهرم الكبير بالتأكيد الكابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة واللي بيتولى إدارة أخرى كمان لا تقل أهمية عن الإدارات المتواجدة في الفترة الحالية ومتعلقة بإدارة الجماهير اللي دخلت في مرحلة جديدة جدا خلال الفترة القادمة في مسألة حضور الجماهير في المباريات، والإدارة رايحة في سكة الجمهور وحضور الجمهور للمباريات في منطقة مختلفة تماما في الفترة القادمة، اللي دايما هذه الاجتماعات بتبقى مهمة في حضور المهندس خالد مرتجي وحضور الأستاذ طارق أنديل والعميد محمد مرجان. زي ما احنا شايفين معنا لقطات مهمة جدا لبعض الأمور داخل النادي الأهلي اللي بيستعد خلال الفترة القادمة لبداية موسم مختلف تماما سواء على المستوى المحلي سواء على المستوى الأفريقي، عندنا ماتشات مهمة جدا في البطولة الأفريقية. عايز اقول لكم الايام بتجري، يعني انت عندك كاس العالم خلاص منتصف الشهر القادم، بعدها مباشره بعد كاس العالم بشهر هتبقى داخل على ابطال افريقيا وعندك مباراتين مهمين جدا. دي فترة راحة، الناس لسه بتستعد شوية شوية، لا الموضوع مختلف تماما، عشان كده هذه القرارات وهذه السرعة في القرارات والرؤية المستقبلية لقطاع كرة القدم انه يبدا يشتغل، وكابتن محمد يوسف بالتاكيد ابتدى يحط ايده على الاوراق
فريق كرة القدم خلال المرحلة القادمة، قبل ما يبقى إن شاء الله بإذن الله يكون في مدير فني خلال الأيام القادمة وخلال الساعات القادمة يبدأ يشتغل بقى كناحية فنية ويشوف الأسامي اللعيبة، بالتأكيد الصفقات الجديدة اللي هتدعم فريق كرة القدم في المرحلة القادمة، اللاعبين المعاقفهم في الفترة القادمة، من سيعود ومن سيستكمل فترة إعارة في الفترة القادمة، من سيرحل في التوقيت الحالي، وبالتأكيد بعد نزول القائمة وعدد القائمة أصبح 25 لاعب، فبالتالي هناك دراسة متأنية ودراسة مهمة جدا بالنسبة لفريق كرة القدم في الفترة القادمة. وعندنا لاعبين دوليين زي ما احنا شايفين حتى في صور متعلقة بمنتخبنا الوطني في معسكره في إيطاليا، لاعبين الدوليين لاعبي النادي الأهلي مشاركين بشكل جاد، وإن شاء الله يكون لهم دور كبير جدا مع المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة. مجلس الإدارة بإذن الله يجتمع بعد قليل جلسة تكميلية لاعتماد العديد من القرارات، لكن في نقطة مهمة جدا برضو عايز أتكلم فيها متعلقة بالنشاط الرياضي داخل النادي الأهلي، وعندنا دورة عائلة الأهلي الرمضانية. عايز أقول لكم فرصة طيبة جدا أنك تجمع شباب النادي الأهلي داخل النادي الأهلي. فكرة أنك تبقى موجود خلال شهر رمضان الكريم وتلعب دورات رمضانية وكرة قدم ومباريات خماسي خارج النادي الأهلي يعني ما كانتش كويسة، لكن النادي الأهلي بالملاعب اللي موجودة فيه ومن خلال لجان الشباب والدور الرياضي المهم جدا والدور المجتمعي اللي مجلس الإدارة أيضا بيولي ليه اهتمام كبير جدا، تم تنظيم دورة عائلة الأهلي الرمضانية، وعايز أقول لكم مشى بشكل جيد جدا. أنا على المستوى الشخصي لمست وحضرت عدد من المباريات خلال الفترة الأخيرة في مقر النادي بالجزيرة، منافسة كبيرة فيها لعيبة مميزة وفيها مراحل سنية مختلفة، أنت بتلبي طموحات الشباب في مختلف الأعمار السنية، بتبدأ من سن 14 سنة فيما فوق 30 سنة بعدد من المباريات، وبتقام على ملاعب على فكرة ملاعب على أعلى مستوى، يعني ملاعب ممكن يعني من الصعب أنك تلاقيها خارج يعني في أي مكان تاني غير في النادي الأهلي، فبالتالي بتشوف مستويات جيدة جدا، بتستعين حتى بحكام درجة أولى، ومباريات السيمي فاينل والفاينل مش هخفى عليكم سرا ان باذن الله بيتم الاتفاق ان تكون مباريات بشكل كبير جدا وهتقام داخل الصاله المغطاه صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي بالجزيره، وبالتالي لما توصل بقى لمباراه السيمي فاينل والمباراه النهائيه والختاميه ويجي حكم دولي او حكم مميز من الاسامي الكبيره يحكم هذه المباراه النهائيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وانت بتجمع اعضاء النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي في دوره عائله الاهلي اللي بتشهد منافسات قويه جدا ولا تخلو بالتأكيد من المرح والبهجة في كافة مقرات النادي. كانت ملاعب الجزيرة كانت شهدت فوز ليجنز على هيروز بهدفين نظيفين، ونجح فالنسيا في التغلب على الملك بثلاثة أهداف مقابل هدف. هنسمع أسامي فرق ما بين فرق يعني محلية وبين فرق أوروبية، في ناس بالتأكيد بتشجع ليفربول بقى في الأسامي الكبيرة بتحب تسمي بالأسامي ديت. فيما نجح فريق الملوك في الفوز على الدبابة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، واكتسح فريق الأسطورة نظيره لامسيا برباعية نظيفة، وتعملق فريق المقصة وحقق فوزا عريضا على إستور بسداسية نظيفة، وفاز فريق الصفوة بهدفين على نظيره 2007 ده مش مواليد 2007 اللي هو فريق مسمي نفسه تيمنا كده بسنة 2007. بلاك ستارز فاز على اس اف بي 3-1، الصمبا فاز على سان جيرمان 2-0، وكان خسر فريق النجوم أمام التوفيق بهدفين نظيفين، وتغلب منشن على مصر أكاديمي بهدفين، وفاز نجوم المستقبل على النصر بثلاثية نظيفة. ماتشات مهمة جدا بتقترب خلاص المراحل النهائية من دورة عائلة الأهلي الرمضانية، يمكن على 20 رمضان بإذن الله بعد 4-5 أيام هتكون المباراة الختامية والنهائية، وبإذن الله هتكون مباراة كبيرة جدا في صالة الأمير عبد الله الفيصل. لكن دلوقتي نخرج لتقرير متعلق بمنتخبنا الوطني والاستعداد لكأس العالم بإذن الله خلال المرحلة القادمة، سنعاود المتابعة الخبرية هنا لتفاصيل أخرى متعلقة بالنادي الأهلي والاستعداد للمنتخب بالنسبة لكأس العالم في روسيا بإذن الله خلال الشهر القادم. بمزيد من الطموح والإصرار والتحدي يواصل المنتخب الوطني استعداداته الجادة لمونديال روسيا الذي يستهل فيه مبارياته بمواجهة منتخب أوروغواي منتصف يونيو المقبل. منذ وصوله إلى مدينة برغامو الإيطالية عقب مواجهة الكويت الودية يخوض المنتخب تدريبات شاقة على فترتين صباحية ومسائية، حيث خضع جميع اللاعبين لوحدات تدريبية قوية لرفع معدلات اللياقة البدنية وزيادة القوة، إضافة إلى تدريبات خاصة في الجيم لمجموعة أخرى من اللاعبين، فيما قام حراس المرمى بتدريبات قوية تحت إشراف المدرب أحمد ناجي. سيطر التفاؤل على تدريب المنتخب في 48 ساعة أخيرة عقب تأكيدات الجهاز الفني والطبي للمنتخب
ونظيره في ليفربول الإنجليزي على لحاق النجم المصري محمد صلاح بمباريات المونديال لتمحى آثار الحزن على اللاعبين في الفترة التي أعقبت الإصابة. النجم المصري كان حريصا على التواصل مع الجهاز الفني للمنتخب وزملائه في الفريق للتأكيد على انضمامه إلى المعسكر تحت أي ظرف من الظروف، وأنه سيقاتل للتواجد مع كتيبة الفراعنة في الأراضي الروسية. على الرغم من أجواء التفاؤل على الجميع، إلا أن المدير الفني هيكتور كوبر يضع كل الاحتمالات في حساباته، وهو ما لجأ إليه في اليومين الماضيين بوضع كافة السيناريوهات المحتملة، خاصة في المواجهة الأولى أمام الأوروغواي الذي يعد أقوى. سواريز مهاجم برشلونة الإسباني وأديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي. غدا الخميس يجري كوبر تقسيمة مصغرة بين لاعب الفريق للاستقرار على التشكيل الأساسي والذي سيخوض به مباراة كولومبيا الودية يوم الجمعة، وهي المباراة قبل الأخيرة قبل مواجهة بلجيكا في 6 يونيو قبل 4 أيام من سفر البعثة إلى روسيا في 10 من الشهر نفسه. سيناريوهات كوبر المنتظرة جميعها ستظهر في مباراتي كولومبيا وبلجيكا بوصفهما المرحلة الأهم في استعداد المنتخب للمونديال التي يأمل الجميع أن يحالف فيها التوفيق العجوز الأرجنتيني للوصول للخطة الأنسب للفراعنة قبل العرس العالمي. اهلا بكم من جديد، وزي ما شفنا في التقرير الصوت المتعلق بمنتخبنا والاستعداد للمرحله القادمه، عنده مباراتين وديتين مهمين جدا بالنسبه لهيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني. المباراه الاولى امام كولومبيا مساء يوم الجمعه باذن الله بعد غد في الساعه 9:15 مساء بتوقيت القاهره، ثم الختام بمباراة بلجيكا، مباراة قوية جدا في الإطار الاستعداد النهائي بإذن الله لأولى مباريات منتخبنا اللي هتكون في 15 من الشهر القادم شهر يونيو أمام أوروغواي في افتتاح مباريات هذه المجموعة بعد المباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية. بالتأكيد في هذه اللحظات الكل بيهتم بقى أكتر بأخبار منتخبنا وأخبار محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي، واللي بالتأكيد الجماهير المصرية بتلقى اهتمام كبير جدا ومتابعة خاصة، مش عايز أقول يوم بيوم، ده ساعة بساعة كل خبر عن محمد صلاح نسبة متابعة عالية جدا، الكل عايز يطمن عليه. مهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم كان التقى هو والدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب بمحمد صلاح في أسبانيا وتحديدا في مدينة فالنسيا على هامش علاج ومتابعة محمد صلاح هناك في أسبانيا بعد سفره بالأمس لتلقي العلاج والمتابعة من خلال أخصائي العلاج الطبيعي في فريق ليفربول. وزي ما احنا شايفين لقطات كتير لمحمد صلاح واهتمام وسائل الإعلام الأسبانية هناك بأخذ أي تصريحات عن محمد صلاح، يمكن حتى قالوا عن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد وتم سؤاله عن مباريات كأس العالم وهل هيلحق وهل سيرجيو راموس تعمد إصابتك، هل ريال مدريد مهتم بالتعاقد معاك، كل هذه السرات كانت لمحمد صلاح في هذه اللقطة. طبعا أحد المراسلين هناك في أسبانيا بيسأله هذه الأسئلة، لكن محمد بابتسامته المعهودة يمكن حتى يعني مش عايز يرد ومش عايز يعلق، لكن دايما ابتسامته المعهودة كانت خير تعويض للمراسل بالنسبة لعدم رده، وفضل أنه هو بالتأكيد ما يدليش بأي تصريحات. لكن المهندس هاني أبو ريدة التقى بمحمد صلاح وحاول يطمئن على حالته حسب رؤية بالتأكيد الطاقم الطبي بناديه الإنجليزي، واطلع وفد المنتخب على البرنامج العلاجي للاعب الذي يسير بشكل جيد جدا ويهدف إلى لحاق مباريات كأس العالم. كما لمس المهندس هاني أبو ريدة عزم وتصميم وإصرار محمد صلاح على اللحاق بزملائه في بطولة كأس العالم. محمد عنده إصرار رهيب جدا للحاق بمباريات كأس العالم، وبالتأكيد هي يعني المشهد بقى والمشهد الناس كلها بتتفرج عليه، ومحمد دوره الوطني مع منتخبنا في الفترة القادمة يعني عايز أقول لكم ما بينامش، بيحاول قدر الإمكان ينجز برنامجه التأهيلي، يستعد بشكل جيد جدا اللحاق على الأقل بإذن الله بثاني مباريات منتخبنا الوطني، في ظل التأكيد من دكتور محمد أبو العيلة طبيب منتخبنا الوطني اللي أكد إن فترة غياب محمد صلاح بسبب الإصابة لن تزيد عن 3 أسابيع وسيلحق بمونديال روسيا إن شاء الله. لكن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم النهاردة رغم إنه أكد إن حالة محمد صلاح مطمئنة ويخضع لجلسات تأهيل لمدة 4 ساعات يوميا، لكن قال نسبة لحاقه بأولى المباريات أمام أوروغواي ستكون صعبة، هناك أمل لكن بسيط.
يعني هي برضو في نقطة مهمة الناس لازم تاخد بالها منها. محمد صلاح الحمد لله يعني إصابته مش إصابة عضلية، مش في الركبة، مش في الأنكل، الحمد لله الحمد لله، هي إصابة في الكتف. لكن إصابة الكتف مش هتخليه يعمل تدريبات بدنية، فبالتالي هيفقد حساسية التدريبات والمباريات، بتتكلم من مدة 4 أيام لأسبوع. فبالتالي عشان يقدر يستعيد لياقته البدنية وحالة الاستشفاء وإن يجهز ليه المباريات خلال الفترة القادمة، هتبقى المدة قصيرة جدا ما بين انضمامه للمنتخب على يوم 8 أو 10/6 وأولى المباريات يوم 15/6. فبالتالي نسبة لحاقه بمباراة أوروجواي هتكون ضعيفة شوية، لكن بإذن الله يعني قدر الإمكان صلاح والناس هناك في الجهاز الطبي معاه في ليفربول هناك في مدينة فالنسيا الأسبانية قدر الإمكان بيحاولوا يلحقوا بصلاح للمباريات القادمة. وصلاح عنده نفسه تحدي، يمكن أنا بتابع معاه كل لقطات الابتسامة اللي بيبتسمها صلاح بالنسبة للجماهير وبالنسبة للناس في مطار هناك في أسبانيا بتدي حالة طمأنينة وحالة تفاؤل بالنسبة لنا بإذن الله إن هو يلحق مباريات كأس العالم في روسيا. هتبقى صعبة جدا بصراحة، يعني منتخب مصر يوصل كأس عالم بعد 28 سنة وأعظم لعيب وأهم لعيب في الكرة المصرية في التوقيت الحالي وصاحب الإنجازات الكبيرة، صعب علينا جدا إن هو ما يلعبش كأس عالم وما يكونش موجود. فبإذن الله إن شاء الله يكون متواجد مع منتخبنا في مباريات المجموعات، مش هقول زي ما بيتقال دور 16 دور 8 والكلام ده، لا ان شاء الله هيكون مع منتخبنا محمد صلاح قيم. قصدي خطوه تشيلسي ثم فرنتينا ثم روما والانطلاقه الكبيره اللي حققها مع فريق ليفربول الانجليزي السنه دي بتحقيقه 32 هدف في الدوري الانجليزي، قصر فيها ارقام قياسيه عديده كبيره جدا، 10 اهداف في دوري ابطال اوروبا، وصوله مع ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا واول لاعب مصري يلعب نهائي دوري ابطال اوروبا، البطوله الاعظم اللي قال محمد صلاح كان بيتفرج عليها وهو ولد صغير عنده 10 سنين كان بيقول في يوم من الايام ممكن العب ولا اشارك في هذه البطوله. يعني الحلم مش بعيد، وصل لعب فاينل قدام اعظم لعيب في العالم كريستيانو رونالدو، لكن بالتاكيد قدر ان هو قدر الامكان يعني في سنه واحده يكسب احترام واهتمام الصحافة العالمية والصحافة الإنجليزية، ويكفي إصابته وقت ما وقع في أرضية الملعب في المباراة النهائية ونداء الجماهير ليفربول عليه طيلة الوقت وهو وقع في الملعب، كان شيء عايز أقول لكم والله العظيم بالنسبة لنا يعني الفوز بالكأس والفوز بالبطولة مهم، لكن لما يكون عندك لعيب مصري بقيمة محمد صلاح يتعرض لإصابة ولسه لم يتحدد موقفه أنه هيكمل المباراة ولا هيخرج، وتلاقي الجماهير الإنجليزية في الملعب بالكامل بتندي عليه بالشكل ده، ده شيء يدعو للفخر وبيخليك أنت فخور أنك مصري وعندك لعيب بالإمكانيات دي. حازم إمام وأحمد مجاد هيصل إيطاليا لحضور ودية الفراعنة أمام كولومبيا خلال الساعات القادمة من أجل بالتأكيد التواجد مع منتخبنا في المباريات الودية في الفترة القادمة والاستعداد لكأس العالم. مباراة مهمة جدا مع منتخب كولومبيا، هيكتور كوبر بالتأكيد بيستعد ليها بشكل جيد جدا، وأكيد المباريات القادمة الأخيرين مباراة كولومبيا وبلجيكا هتكون فرصة أنه يحط التشكيلة المثالية والأنسب أن يقدر يستعد بيها لكأس العالم. طيب في هذه اللحظات بينضم لي الأستاذ مصطفى طنطاوي الناقد الرياضي من إيطاليا مع معسكر المنتخب الوطني، وكل التفاصيل والمتابعة الحصرية بالتأكيد من خلاله مع منتخبنا الوطني، ويطمننا أكتر أنه هو بقى في موقع الحدث عايش مع منتخبنا متواجد مع منتخبنا لحظة بلحظة. استاذ مصطفى تحياتي ليك وتحيات قناه النادي الاهلي ليك، وطمنا على منتخبنا الوطني ورمضان كريم وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب استاذ محمد، بحييك وبحيي كل الساده المشاهدين. طمنا على المنتخب والفتره الحاليه بالتاكيد لا صوت يعلو فوق صوت منتخبنا الوطني والاستعداد لكاس العالم في روسيا بعد غياب 28 سنه، مصر موجوده في كاس العالم محفل دولي كبير ومباريات وديه واولى اللقاءات الهامه جدا مع كولومبيا في ايطاليا باذن الله مساء بعد غد في 9:15. يمكن المنتخب داخل اجواء تركيز كبيره جدا يا استاذ محمد، بطمن حضرتك وبطمن الساده المشاهدين، درجه التركيز في معسكر المنتخب الوطني اعلى من 100% لو جاز لي التعبير. اقدر اقول لحضرتك ان مستر هيكتور كوبر المدير الفني لغى التمرين الصباحي واكتفى بالتمرين المسائي فقط، لكن زود فيه الجرعات التكتيكيه والتدريب على خطه الهجوم وخطه الدفاع. مستر كوبر ركز كتير قوي مع خط الدفاع في تدريبه النهارده ومع المدافعين وعلى تمركزهم، ووقف التدريب اكثر من مره للتاكيد على تمركز المدافعين وعدم الوقوع في اخطاء خلال تمركزهم داخل المباراه. بكره ان شاء الله رب العالمين هيبقى التمرين الرئيسي على استاد اخنتي استاد زوري اللي هو استاد اتلانتا اللي هيتقام عليه المباراه بعد بكره زي ما حضرتك قلت في تمام 9:15. اقدر اقول لحضرتك كمان
المهندس هاني ابو ريده والدكتور محمد ابو العيله والوفد المرافق ليهم رجعوا من اسبانيا، لسه واصلين حالا. المنتخب لسه متناول طعام الافطار بتاعه واللاعبين توجهوا للغرف. طب طمني كده وانت لسه يعني لسه بتقول للمهندس هاني ابو ريده لسه راجع من اسبانيا يا مصطفى، يعني طمني كده، هل لمست منه اي تصريحات او سمعت منه اخر اخبار متعلقه بصلاح؟ يعني انت معاه في قلب الحدث وهو لسه راجع من فالنسيا. هم مطمنين جدا الحمد لله رب العالمين، ومش عارف ليه حاله الشك الدايمه في اي كلام بيطلع. دايما عندنا حاله عدم ثقه بالنفس وعدم ثقه باللي بيخرج من عندنا، وبنستنى نسمع اخبار من حد تاني. لا اقدر اكد لحضرتك نيابه عن رئيس الاتحاد المهندس هاني ابو ريده وعن الدكتور محمد ابو العيله ان نفس التشخيص اللي تم تشخيصه من بدايه الاصابه لنجمنا الكبير محمد صلاح ولحد دلوقتي هو نفس التشخيص ونفس فتره العلاج ان شاء الله اللي مش هتتخطى الثلاث اسابيع. وان كان المهندس هاني من جلسته مع محمد صلاح والدكتور محمد ابو العيله عندهم تفاؤل كبير جدا بان شاء الله رب العالمين محمد قادر ان هو ينهي فتره علاجه ويكون جاهز قبل الثلاث اسابيع، وان شاء الله رب العالمين يكون جاهز وفت قبل المباراه الاولى امام اوروجواي. يلحق ماتش اوروجواي يا رب باذن الله. طبعا بندعي ربنا وان شاء الله رب العالمين يكون موجود في ماتش اوروجواي، وان لم يكن فهو ان شاء الله هيكون موجود في ماتش روسيا يوم 19 باذن الله. خبر يسعد رين استاذ مصطفى. طيب نقطه ثانيه متعلقه بالتاكيد بالمنتخب في التوقيت الحالي ناحيه التغذيه، واكيد انت متابع هناك هذه المساله، صيام رمضان، مباريات وديه مع المنتخب هناك، عنده ماتش مع كولومبيا. المساله دي ازاي ماشيه في معسكر المنتخب؟ وهل اللعيبه بتصوم ولا حسب بقى الاتفاق مع الجهاز الطبي ودكتور التغذيه؟ لا طبعا طبعا طبعا، لو قلنا القاعده الثابته ان الصيام دي حاجه ما بين العبد وربه، يعني مش هنتدخل فيها ما بين اللاعبين وما بين ربهم، لكن رؤيه العين بتقول لي ان جميع اللاعبين، ان معظم اللاعبين ان لم يكن جميعهم متمسكين بالصيام. المدير الفني رفع معدلات الاحمال في تدريبين امبارح وتدريبين اول امبارح الصباحيه والمسائيه لمعدلات عاليه جدا، لكن اللعيبه قدروا يقاوموا وقدروا يستحملوا. الروح عاليه جدا يا استاذ محمد. عايز بس اكد دايما على دور الجهاز الطبي ودور الجهاز الفني، وبالذات العناصر المصريه اللي في الجهاز الفني زي الكابتن اسامه نبيه والكابتن احمد ناجي والكابتن محمود فايز، كمان الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد ابو العيله والدكتور حسام البراشي والدكتور بدر امام وحتى الكابتن حسين حمزه حتى عم عبد الله ومحمود، كل عناصر الفريق دول ابطال في الكواليس ما حدش واخد باله منهم. ربنا معاهم ويوفقهم يا رب. لكن هم بيتعبوا جدا عشان يجهزوا اللعيبه. خليه نحل من الصبح بيوصلوا الصبح بالليل علشان يقدروا يوصلوا المنتخب لاقصى درجات الاستعداد. طيب بمناسبه تجهيز اللعيبه يا استاذ مصطفى، هل محمد النني يعني انا يعني في تقارير وفي اخبار كنت قريتها النهارده صباحا انه مش هيلحق مباراه كولومبيا في اصابه، الاصابه دي محمد الحمد لله رب العالمين شارك في التدريب امبارح المسائيه الجماعيه لاول مره، والنهارده شارك في التدريبه الجماعيه وشارك في التقسيمه. الحمد لله محمد فت والفتنس بتاعه 100%. الدكتور جون كيلي المسؤول عن الاحمال واللي بيقيس المعدلات البدنيه بالاجهزه سالته قبل محمد ما يشارك في التدريبات الجماعيه والتقسيمه، قلت له محمد مش بيشارك علشان الفيتنس بتاعه، قال لي لا محمد الفيتنس بتاعه اعلى من لعيبه كتير داخل الملعب بقياسات الاجهزه كويس، لكن هم صابرين عليه علشان طبعا قيمه كبيره زي محمد النني ما ينفعش ان احنا نستعجل في اشراكه في الملعب الا لما يكون واثقين 100%. الحمد لله رب العالمين روح محمد النني برضه واصراره وعزيمته خلته يقدر يكون موجود في التدريبه الجماعيه سواء امبارح او النهارده، واحتماليات اشتراكه في مباراه كولومبيا قايمه بنسبه كبيره جدا اكثر من 70-80% يا استاذ محمد. طب ما تقول لنا كده بالمره التشكيل المتوقع لمباراه كولومبيا، يعني ناخد منك انفراد بقى ومتابعه كده وانت في معسكر المنتخب. والله يا استاذ محمد ما اقدرش اقول لحضرتك ولسه لم يتكشف حتى الان، يمكن ممكن بكره يبان، لان في بكره تدريبتين، تدريبه صباحيه وتدريبه مسائيه. اكيد التدريبه الصباحيه هيكون فيها العناصر اللي ضامن المدير الفني ان هم مش هيشاركوا في مباراه كولومبيا، فلازم يحافظ على معدلات لياقتهم البدنيه. فممكن من ده يتضح لنا اذا كان مين اللي هيشارك في القائمه بتاعه مباراه كولومبيا او لا.
طيب في مركز حراسه المرمى استاذ مصطفى، هل الكابتن ناجي حدد وقال قبل المباراه مين هيحرس هذه المباراه؟ ان برضه انا قريت النهارده الصبح يمكن تم الاتفاق ان هيكون عصام الحضري في مباراه كولومبيا ومحمد الشناوي في مباراه بلجيكا، هل الكلام ده صحيح ولا لسه برضه الكابتن احمد ناجي ما اعلنش الكلام ده ومركز حراسه المرمى لسه الامور دي مش واضحه؟ لا هو ده متوقع، لكن لسه حتى اللحظه كابتن احمد ناجي لم يعلن شيء، وان شاء الله بكره هنكون عارفين كل حاجه واقدر اكد لحضرتك، لان انت حضرتك عارف كويس جدا ان المنتخب الوطني ما بيعلنش قائمته بالذات في المباريات الا قبل المباراه في المحاضره الاخيره قبل الخروج لملعب المباراه. لكن اللي حضرتك بتقوله متوقع بشكل كبير وسمعته كتير داخل المعسكر، لكن حضرتك عارف كويس قوي ان كابتن ناجي ما بيعلنش دوت وما بياكدش حاجه الا مع يوم المباراه. استاذ مصطفى المعسكر نموذجي، الحاله المعنويه عاليه برضه في ظل انك عندك لعيبه بتترقب مساله الاستبعاد من القايمه من 29 ل 23، انت عندك سته. حافز للاعبين يا استاذ محمد، مش ده حافز كبير جدا، لان كل لاعب داخل المنتخب الوطني بيحاول يؤدي اعلى معدلات الاداء اللي عنده عشان يكون مقنع للجهاز الفني بانه يختاره في القايمه النهائيه اللي هيتم الاعلان عنها وتسليمها للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا قبل يوم 4 من الشهر القادم. يعني بيتهيألي بعد المباراه اللي جايه يوم الجمعه ممكن يكون القائمه جاهزه ويكون المدير الفني استقر بشكل كبير جدا على ال 23 لاعب ان لم يكن استقر عليهم فعلا من الايام اللي فاتت في المعسكر. المعسكر نموذجي جدا، الاختيار ممتاز جدا سواء من اتحاد الكوره او شركه برزنتيشن لمدينه بيرجامو. مدينه هاديه، الجو فيها جميل، يمكن بيجي بالليل بس شويه امطار، لكن الجو في مجمله هادي وجميل. جو كوره، الكامب اللي بيتدربوا فيه اللعيبه في كل الامكانيات، سواء ملعب جميل، سواء مواصلات، سواء الجيم، سواء ادوات الاستشفاء وصاله الاستشفاء اللي تحت، كل حاجه فيه ممتازه. التركيز عالي جدا داخل المعسكر، البعد عن الزحمه والبعد عن الناس مخلي اللعيبه يدخلوا في مود من التركيز عالي جدا. الحمد لله رب العالمين، المعسكر ممتاز، ونتمنى يا رب إن يكون دافع كبير جدا لمنتخبنا ولاعيبتنا خلال الفترة اللي جاية، ونخرج منه قبل ما نرجع مصر إن شاء الله، والتدريب الأخير اللي هيبقى فيه حضور جماهيري يوم 9 في استاد القاهرة، وهنقول فيه للمنتخب الوطني. ده هيكون يوم مفاجأة يا أستاذ مصطفى، هيكون يوم مفاجأة فعلا اليوم ده بإذن الله، هيبقى يوم حاشد في مصر بإذن الله قبل المنتخب ما يسافر لروسيا بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يا أستاذ محمد، ونتمنى يا رب إن يكون معاهم محمد صلاح على الطيارة وهو مسافر من مصر، ونقول لهم كلهم يرجعوا لنا بنتيجة طيبة بإذن الله رب العالمين. طيب بسألك، أنا عارف أنا مطول عليك وبتقل عليك، لكن فرصة وأنت معانا، يعني طب بعد 4/6 وإعلان قائمة المنتخب النهائية حسب التعليمات المتعلقة بالاتحاد الدولي فيفا للقوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم، هل بعد 4/6 اللعيبة اللي هتكون خارج القائمة هتبقى موجودة مع المنتخب هتسافر في ماتش بلجيكا ولا هترجع للقاهرة؟ لأنك برضو قبل كاس العالم ممكن في اي لحظه هيستكملوا المعسكر يا استاذ محمد، مكملين تمام جميع اللاعبين، قرار متاخد من قبل السفر ان جميع اللاعبين هيستكملوا المعسكر حتى انتهاء مباراه بلجيكا ورجوع مره اخرى الى مصر، ان لم يكن كمان ان معظم اللاعبين اعلنوا عن رغبتهم في كاس العالم لو ما حالفهمش الحظ ان هم يشاركوا كلاعبين، فاكدوا ان هم هيكونوا موجودين في المدرجات كمشجعين، بيشدوا من قدر زمايلهم وبيشجعوهم كأي مشجع ومواطن مصري عادي هيكون موجود في المدرجات. روح طيبة وكبيرة جدا أستاذ مصطفى، لكن سؤال أخير بقى متعلق بإذن الله يوم 9/6 هيبقى اليوم بقى التمرين الأخيرة في استاد القاهرة، يعني بندعو الجماهير إن شاء الله تكون موجودة مع المنتخب عشان المنتخب يشعر بالدفء قبل ما يسافر في روسيا بإذن الله. إن شاء الله رب العالمين هيكون في ترتيبات كتيرة وهيتم الإعلان عنها. ما اقدرش اكد لحضرتك ان الجماهير الدعوه مفتوحه لكل الجماهير، لان طبعا حضرتك عارف المشاعر الوطنيه الكبيره عند كل الشعب المصري، ويمكن نلاقي قدام الاستاد مليون واحد او اكتر كمان، انت هتلاقي ناس جايه من كل من اسوان لغايه القاهره. فلسه هو في خلال الايام اللي جايه، لان طبعا حضرتك عارف ان اكيد هيبقى في ترتيبات مين الشخصيات اللي هتحضر، وبناء عليه مين اللي والعدد كمان الامن اللي هيسمح بيه، العدد الامن هيسمح بعدد قد ايه لحضور التدريب. في مفاجآت كتيرة، يمكن هيكون في فطار مع اللاعبين خلال التدريب الأخير لكل الجماهير في المدرج، حاجات كتيرة جدا عاملها برزنتيشن أنا مش عايز أحرقها إلا لما إن شاء الله رب العالمين يتم الإعلان عنها من شركة برزنتيشن ومن اتحاد الكرة المصري، وده هيتم خلال الأيام القليلة اللي جاية. نخلص بس من ماتش كولومبيا إن شاء الله رب العالمين ونحقق النتيجة المرجوة
وسواء بس كانت النتيجه او غيرها، الاهم الفايده الفنيه. مش مهم مش مهم مش مهم النتيجه طبعاً بالفعل، واللي هتعود على المنتخب وعلى الجهاز الفني من تجريب اللاعبين للمره الاخيره او في البروفات الاخيره قبل الملحمه الكبرى في كاس العالم. مش مهم النتيجه في المباراه الوديه، المهم ان الجهاز الفني يستقر على الشكل والطريقه اللي يلعب بيها، وان شاء الله يظهر بشكل جيد في مونديال روسيا ان شاء الله يا استاذ مصطفى. ان شاء الله يا استاذ محمد، دعوات حضرتك ودعوات كل المصريين ان شاء الله رب العالمين. يا رب خير باذن الله، موفقين ان شاء الله. وبشكرك جدا استاذ مصطفى طنطاوي الناقد الرياضي، بصراحه اطلعنا على كل التفاصيل المتعلقه بالمنتخب الوطني وكل ما هو جديد داخل معسكر المنتخب اللي بيستعد بكل جديه لمونديال روسيا والاستعداد لمباريات وديه امام كولومبيا. طمنا على حاله محمد النني، طمنا على حاله محمد صلاح وهو معانا بالتاكيد اكد لنا ان المهندس هاني ابو ريدة رئيس اتحاد كره القدم ورئيس البعثه راجع من فالنسيا في اسبانيا الى معسكر المنتخب في ايطاليا. وطمن الاستاذ مصطفى وطمن كل الجماهير المصريه على حاله محمد صلاح خلال الفتره القادمه. بالطبع مشوار منتخبنا مهم جدا، نتمنى يا رب باذن الله التوفيق في مونديال وفي كاس العالم في روسيا، هيكون هناك جماهير مصريه ان شاء الله هتحضر في هذه المباريات وتشجع المنتخب. مباريات مهمه جدا، اولى المباريات القويه والصعبه، وهي اصعب مباراه مباراه اوروغواي، مباراه روسيا البلد المضيف صاحبة التنظيم، الحضور الجماهيري نقطة مهمة جدا، الناس كلها تنتظر هذه المباراة، العالم كله هيشوف هذه المباراة، والمباراة الثالثة بالتأكيد مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، المباراة بين منتخب مصر ومنتخب السعودية بإذن الله تكون مباراة مهمة كبيرة، وبإذن الله إن شاء الله يعني نتمنى بإذن الله أن تكون المباراة الختامية الأخيرة للفريقين، نتمنى يا رب بإذن الله هم اللي يصعدوا ويتأهلوا إلى الدور الثاني بإذن الله، لأن عندنا مباريات كمان هتبقى أقوى وفي منافسات قوية جدا في كأس العالم خلال هذه البطولة اللي هتقام بإذن الله يوم 14/6 والافتتاح بين روسيا والسعودية. بالتوفيق يا رب لمنتخبنا الشقيق المنتخب السعودي. في هذا الإطار أيضا يمكن السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر زار العاصمة الشيشانية جروزني لتفقد آخر الاستعدادات المدينة الروسية لاستضافة المنتخب الوطني خلال فعاليات نهائيات كأس العالم، ووقع اختيار الفراعنة على عاصمة الشيشان كمقر للإقامة خلال فعاليات نهائيات كأس العالم المقبلة بإذن الله ضمن خطط هيكتور كوبر لتوفير أفضل فرص معيشة بالنسبة لمنتخبنا. وكان المهندس إيهاب لهيطة كان سافر منذ حوالي شهر لترتيب هذه الإجراءات التنظيمية والترتيبات مع وفد الفيفا اللي كان عامل برنامج مخصص لكل منتخب قبل كأس العالم بحوالي شهر ونص للترتيبات واختيارات المعسكرات واختيار الفنادق الإقامة وملاعب التدريب وكل الأمور التنظيمية المتعلقة بهذه المباراة. رافق وفد مصري من السفارة من وشملت الزيارة أيضا تفقد مطار جروزني بالإضافة إلى فندق الإقامة الذي اختاره المنتخب الوطني. وكان في استقبال إيهاب نصر سفير مصر في روسيا العديد من مسؤولين هناك في مدينة جروزني، منها عمدة المدينة وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية هناك اللي بالتأكيد هتستضيف هذه المباريات، مباريات المجموعة ومقر إقامة المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة. زي ما قلنا لكم الكابتن حازم إمام المهندس أحمد مجاهد وصلوا إيطاليا لحضور ودية الفراعنة أمام كولومبيا، وبالتأكيد مباراة مهمة جدا، ثم المباراة الثانية أمام بلجيكا في بروكسي اليوم 6 يونيو وهتكون هي المباراة الأخيرة، ثم يعود المنتخب بإذن الله إلى القاهرة للاستعداد بقى وآخر تدريبتين، أعتقد هيكون في آخر تدريبتين قبل السفر يوم 10/6، منهم مباراة أو منهم تدريب هتكون بإذن الله على استاد القاهرة في الترتيبات. ممكن خناق يعني في تفاصيل كثيرة هتعلن في التوقيت في شهر 6، مش عايز احرقها دلوقتي لان في تفاصيل كثيرة بالتاكيد من خلال شركه برزنتيشن الراعي لاتحاد كره القدم ومنتخبنا الوطني في هذا الحدث. هتتنظم يوم رائع جدا بالنسبه لمنتخبنا، لان مهم جدا لمنتخبنا الوطني قبل ما يسافر لروسيا يشعر بحماس وتشجيع جماهير مصر في كل مكان، جماهير بالتاكيد هتكون عامل ايجابي جدا بالنسبه للاعبين. وان شاء الله باذن الله يكون محمد صلاح متواجد مع بعثه المنتخب هنا في القاهره قبل السفر لروسيا. في تفاصيل كثيره ممكن تتقال سواء في فندق الاقامه، البرنامج هيبدا من فندق الاقامه، في الطريق المؤدي من فندق الاقامه حتى استاد القاهره المكان اللي ممكن يتلعب عليه او يقام عليه تدريب منتخبنا الوطني، حضور الجماهير، كل هذه الترتيبات بالتاكيد هيتم تنظيمها مع الامن خلال الفتره القادمه، لان لا صوت يعلو خلال الفترة القادمة عن مباراة منتخبنا والاستعداد لكأس العالم، مباريات مهمة جدا. نتمنى يا رب كمان لهيكتور كوبر التوفيق في اختيار العناصر اللي هتمثل المنتخب خلال الفترة القادمة، عنده اختبار صعب جدا، عنده اختبار مهم جدا في اختيار اللاعبين ومراكزها وبدلائها خلال المرحلة القادمة. إصابة محمد صلاح يعني نقدر نقول ممكن اختبار جيد للجهاز الفني في التوقيت الحالي انه يبدا يستعد يشوف الطريقه البديله والخطط البديله اللي ممكن يؤدي بيها في مباريات كاس العالم. يعني مش عايز اقول الحمد لله، هو الحمد لله على كل حال، لكن لا قدر الله وكانت مثلا اصابه مفاجاه زي دي حصلت اثناء كاس العالم كانت تقلق الخريطه تماما، تغيرت تماما.
المناسب ممكن تغير شكل او طريقه لعبك. يعني مش عايز اقول يمكن المنتخب ده باذن الله يحاول يظهر بشكل جيد، لكن لو هندي مثال فريق ليفربول بعد اصابه محمد صلاح وخرج من المباراه النهائيه في دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد، الفريق بالكامل ما ظهرش بنفس الشكل اللي كان ظاهر بيه في اول 25 دقيقه. فبالطبع يعني مهم جدا للجهاز الفني وهيكتور كوبر من خلال عدد من اللاعبين والخيارات الفنيه اللي تم اختيارها في العدد الاخير 29 لاعب ان يصل باذن الله للقائمه النهائيه، و23 لاعب خير من يمثلوا مصر باذن الله في كاس العالم خلال الفتره القادمه باذن الله. ايضا بالنسبه لمنتخبنا، يمكن المنتخب الاولمبي كان عنده مباراه وديه بالامس امام تونس، وكابتن عصام عبد الفتاح هو رئيس البعثه هناك، واكد المباراه اللي لعبها المنتخب امام تونس كانت تجربه جيده جدا. المباراه طبعا انتهت بخساره الفراعنه 2-1، لكن هي مباراه وديه، يعني كابتن شاو غريب بيبدا يستعد من الفتره الحاليه كمنتخب اولمبي، يجهز عناصر بديله، يجهز عناصر عديده، مباريات وديه امام تونس، ثم يسافر عنده ماتش مع الجزائر. كل هذه المباريات هي مباريات استعداديه للمرحله القادمه، عنده مباريات اهم في الفتره القادمه للتصفيات الرسميه. بالتاكيد وجودنا في الاولمبياد شيء مهم جدا، بعد اولمبياد ريو او اولمبياد لندن 2012 كنا موجودين وكان مع الكابتن هاني رمزي ظهرنا بشكل جيد جدا، للاسف اولمبياد ريو يعني للاسف ما كناش متواجدين فيها بشكل كويس، لكن نتمنى باذن الله يا رب ان شاء الله نرفع المنتخب الاولمبي والكابتن شوقي غريب ان هو يقدر يوصل للتوليفه والمباريات الوديه بشكل جيد. وان شاء الله نتمنى التوفيق ايضا لحكمنا الدولي كابتن جهاد جريشه في ادارته لمباريات كاس العالم اللي ادلى النهارده بعديد من التصريحات. لكن محتاج في هذه اللحظات ارجع من جديد لمقر النادي الاهلي بالجزيره واطمن بقى واشوف اخر الاخبار المتعلقه بجلسه فتح المظاريف الماليه بمزايده رعايه النادي الاهلي، وارجع من جديد الى مراسلنا وزميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. امير اهلا بك مجددا، وما هو الجديد لديك في مقر النادي الاهلي بالجزيره بخصوص رعايه النادي الاهلي؟ بجدد التحيه بك يا محمد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني الامور ساخنه شويه هنا في مقر النادي الاهلي في الجزيره، في منافسه شديده ما بين الشركات المتقدمه طبعا لرعايه النادي الاهلي للفتره القادمه، هي شركه او مؤسسه الاهرام وشركه بريزنتيشن وشركه رياضيه. لحظات وفي يمكن جلسه مصغره كده مع كابتن محمود الخطيب في هذه اللحظات، لكن خليني اقول لك ان لسه متواجد شركه الاهرام متواجدين جوه في الجلسه، وايضا شركه برزنتيشن لسه متواجدين، لكن واضح ان في مداولات عديده وعديده ما بين الحضور يا محمد علشان يتم الاستقرار في النهايه على الشركه اللي هترعى النادي الاهلي خلال الفترات المقبله. خليني اقول لك المنافسه شديده جدا، وخصوصا في ظل الشروط العديده اللي حاططها النادي الاهلي للشركات الراغبه في رعايه النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، وأكيد في دافع كبير جدا عند هذه الشركات لرعاية نادي كبير بحجم النادي الأهلي وهو نادي القرن في أفريقيا، وأكيد عقد الرعاية بالنسبة له هيكون مختلف عن عقود الرعاية الأخرى يمكن سابقة، سواء سابقة للنادي الأهلي أو بعض الأندية الأخرى. زي ما احنا عارفين يمكن الثلاث سنوات السابقة كان بيرعى النادي الأهلي شركة صلة، وكان مبلغ حوالي 231 مليون جنيه. أعتقد أن الأمور هتزيد أكثر من الضعف يعني على اقل تقدير بالنسبه للنادي الاهلي من خلال جلسه النهارده محمد وفتح المظاريف الماليه الخاصه برعايه النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. امير عايز اقول لك انت حطيتنا في حاله كده ما بين الانتظار وال عايز اقول لك يعني منتظرين وعلى حر من الجمر ومنتظرين هذا الخبر اللي هيسعد بالتاكيد جماهير النادي الاهلي في هذه اللحظات. لكن وانت قاعد بتتابع كده شايف، انت قلت لي من شويه شركه صله كانت مندوبيها خرجوا من شويه، شايف في حاله كده تنافس بين الشركات؟ قدرت توصل لمعلومه او تشوف الاجواء عندك في مقر النادي بالجزيره؟ ايضا كمان عايز اعرف اهتمام الاعلامي عندك دلوقتي هناك في مقر النادي، وجود العديد من الصحفيين، اهتمام وكالات الانباء بجلسه فتح المظاريف الماليه بالنسبه لرعايه النادي الاهلي؟ بالتاكيد انت بتتكلم عن نادي اهم واكبر نادي في الشرق الاوسط، فالمنطقه العربيه ومصر كله بينتظر هذه اللحظات المهمه جدا. خليني اقول لك يا محمد الوضع هنا سسبنس شويه، يعني كل الحضور او كل المتابعين للموقف سواء الاعلاميين او الصحفيين المتواجدين كله بينتظر بفارغ الصبر ما ستسفر عنه هذه الجلسه والعقد الرعايه الخاص بالنادي الاهلي خلال الفترات المقبله ان شاء الله. فبالتالي اقول لك خليني اقول لك ان الوضع مشوق بشكل كبير، احنا قاعدين مترقبين بشكل كبير جدا اللي بيحصل، مين خرج مين دخل، فالامور لسه ما فيش طبعا نتيجه نهائيه او ما فيش قرار نهائي بالشركه اللي هترعى النادي الاهلي خلال
خلال الفترات المقبله. لكن خلينا اقول لك ان في بعض المؤشرات، يعني زي ما قلت لك يمكن شركه صله بعض الحضور منها او بعض ممثلي هذه الشركه، يعني في جلسه كده مغلقه ما بينهم وبين الكابتن محمود الخطيب، واضح ممكن يكون في تطورات بعد لحظات يا محمد، وده اللي هيبان وهنعرفه من خلال تواجدنا هنا واستمرار تواجدنا هنا من خلال مقر النادي الاهلي بالجزيره. اعتقد برضو يا امير في هذه اللحظات، هل اجتماع مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب على هبه الاستعداد؟ يعني الاجتماع التكميلي بدا ولا في انتظار لما ينتهي الاجتماع المتعلق برعايه النادي الاهلي؟ لا، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بيتوافدوا يعني مع الوقت، كل شويه بيوصل واحد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ويدخلوا اللقاء الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي، لكن الاجتماع لسه ما ابتداش من الشكل او بالشكل الرسمي. مستنيين طبعا انتهاء عقد الرعايه وهنعرف اكيد كل التطورات يا محمد خلال لحظات ان شاء الله من خلال تواجدنا هنا في الجزيره. طيب مين وصل من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في هذه اللحظات عندك يا امير بيستعدوا لاجتماع المجلس الاداره؟ يعني مين وصل عندك متواجد دلوقتي في قاعه فكر اباظه في مقر النادي بالجزيره؟ تقريبا كلهم يا محمد متواجدين، سواء الوزير العمري فاروق متواجد، كابتن محمود الخطيب طبعا بالطبع متواجد، كابتن رانيا علواني، ايضا بعض اعضاء مجلس الاداره مهند مجدي متواجد، محمد سراج الدين ايضا، استاذ محمد سراج الدين متواجد، اعتقد كلهم خلاص وصلوا، استاذ طارق انديل ايضا متواجد جوه داخل غرفه طبعا الخاصه او الغرفه الخاصه بعقد اجتماعات مجلس اداره النادي الاهلي هنا يا محمد. بالتأكيد يا أمير احنا دايما متابعين معاك ونتمنى بإذن الله أن يحسم هذا الملف خلال الدقائق القليلة القادمة ونعرف جمهور النادي الأهلي هذا الخبر الأهم والأبرز في هذه اللحظات. شكرا جدا زميلي أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، كان معنا على الهواء مباشرة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. جمهور بالتأكيد على أحر من الجمر بينتظر الإعلان عن رعاية النادي الأهلي ومزايدة رعاية النادي الأهلي والمصاريف المالية والقيمة المالية، مزايدة كبيرة بالتأكيد خلال الفترة الأخيرة الكل كان بيشتغل عليها بشكل كبير جدا. دكتور سعد شلبي المسؤول عن هذا الملف، ملف التسويق داخل النادي الأهلي، اشتغل عليه بشكل كبير. عايز أقول لكم والله العظيم الناس محضرة مفاجآت في هذا الملف، ملف رعاية النادي الأهلي، في بنود وفي أمور كثيرة جدا ستعلن في حينها، ستعلن في وقتها في هذا الملف. النادي الأهلي رايح في سكة مختلفة تماما في موضوع التسويق والرعاية والبث الفضائي، كل هذه الأمور جمهور النادي الأهلي هيشوف هيسعده خلال الفترة القادمة. دايما إدارة التسويق ودايما دكتور سعد شلبي خلال الفترة الأخيرة وإدارة التسويق دكتور عصام سراج، الإدارة كلها بشكل كامل اشتغلت، يعني عايز أقول لكم 24 ساعة في ال 24 ساعة عشان تعد كراسة مميزة فيها أمور كثيرة جدا بما يخدم وبما يحقق الصالح للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وإحنا حتى بنتكلم عن جلسة المزايدة والرعاية، وزي ما احنا شايفين اللقطات الحصرية والخاصة اللي كانت النهاردة قبل جلسة فتح المصاريف الفنية، وبالأمس كانت جلسة أيضا استفسارات الفنية وفي اجتماع الشؤون القانونية، وشايفين على الشاشة قدامنا دلوقتي الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس الإدارة اللي بينتظر رقم كبير بالتأكيد بقى كأمين للصندوق، ربنا معاهم يا رب. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، شايفين قدامنا طبعا مندوبين ومسؤولين من شركه بريزنتيشن سبورت حاضرين فتح المظاريف والمزايده الخاصه برعايه النادي الاهلي. كل هذه الامور بتبين ان في شغل كبير جدا داخل النادي الاهلي، ايضا مسؤولي شركه صله ومؤسسه الاهرام وكاله الاهرام بالتاكيد ايضا حاضرين هذا الاجتماع. لكن انا وانا بتكلم معاكم حقيقه عن المزايده والرعايه واجتماع مجلس الاداره، كان عندنا حدث مهم جدا برضو، يعني الناس برضو في ظل حاله السوشيال ميديا ممكن حاجات مهمه والله العظيم مهمه جدا بتعدي منها. الفتره اللي فاتت في الاسبوع اللي فات كان حاضر دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي جلسه مهمه جدا واجتماع مهم جدا في نادي ريال مدريد الاسباني، النادي ريال مدريد النادي الملكي اللي دعا دكتور محمد سراج الدين، ودعا كانت الدعوه مخصصه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي بالتاكيد ارسل دكتور محمد سراج كمندوب النادي الاهلي في هذه الدعوه لمؤتمر صناعه كره القدم. نادي ريال مدريد النادي الاعظم في العالم وصاحب الارقام القياسيه والارقام المهوله اللي تتعدى مليارات باليوروهات والدولارات، كان داعي النادي الاهلي، كان حاضر دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي مؤتمر صناعه كره القدم، وهذا المؤتمر كان بيتكلم عن التسويق وقيمه النادي الاهلي التسويقيه، وازاي النادي الاهلي في المنطقه العربيه وفي القاره الافريقيه قدر من خلال قيمته التسويقيه ان يوصل لارقام كبيره، يعظم من ايراداته، يعظم من قيمته التسويقيه من خلال ارقامه وبطولاته ونجاحاته وشعبيته. ما كل الارقام دي كلها بتيجي نتيجه ايه؟ نتيجه شغل اداره ونتيجه شعبيه وجماهيريه.
هو مين شعبية ومين جماهيرية أكبر في الوطن العربي زي النادي الأهلي؟ مين قيمة إدارة وبطولات وأرقام قياسية زي النادي الأهلي؟ نادي ريال مدريد لما يحب يدعو في أفريقيا ولا يدعو في المنطقة العربية دعا مين؟ دعا النادي الأهلي. وحضر الدكتور محمد سراج الدين اللي بالتأكيد خلال الفترة الأخيرة كان ليه دور وكان ليه مشوار كبير جدا في ملف التسويق وفي ملف الإنشاءات والاستادات من خلال دراساته كأستاذ ومتعلق بالإدارة وفي الجامعة الأمريكية في ملف الإدارة والتربية الرياضية وفي الإدارة الرياضية المتعلقة بملفات التسويق وملف الإنشاءات والاستادات بشكل كبير جدا. عندنا كوادر، عندنا حاجات كبيرة جدا في النادي الأهلي، لكن في حاجات ممكن تعدي من الناس، لكن خبر زي ده ما كانش ينفع يعدي. وانا بتكلم على مجلس الاداره، ويمكن زميلنا امير هشام قال حضور دكتور محمد سراج الدين وصل متواجد مع كل اعضاء مجلس الاداره، كان لازم برضه انبه واقول الجزئيه دي، ان كان الراجل حاضر مؤتمر صناعه كره القدم في مدريد في اسبانيا والقى كلمه واتكلم عن دور النادي الاهلي الريادي في المنطقه العربيه وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط، القيمه التسويقيه الكبيره للنادي الاهلي في الفتره الحاليه. كل هذه الامور لو الناس بتاخد بالها منها هتعرف النادي الاهلي رايح لفين ورقمه هيوصل لفين وقيمته التسويقيه بتعلى كل سنه منين لفين. عندنا كوادر، عندنا قيادات، عندنا شباب، يعني دكتور محمد سراج الدين من الشباب المتواجده في مجلس الاداره، اول مجلس اداره ليه بعد نجاحه مع مجموعه من الشباب المتميزين اللي نجحوا خلال الفتره الاخيره في تنظيم بطولات كبيره جدا، سواء الاستاذ محمد الجرحي او الاستاذ محمد الضماطي، وجود لجنه لاداره المباريات فيها المهندس خالد مرتجي اللي احنا بنطلق عليه وزير خارجيه الاهلي، معاه ايضا كمان الاستاذ طارق انديل، يعني احد القيادات الرياضيه والماليه الكبيره جدا في الوسط الرياضي وفي الوسط المالي. فبنتكلم عن شخصيات وقيمه كبيره جدا في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي. فبالتالي فتح المظاريف والمزايدة ورعاية النادي الأهلي في هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم، كل الأمور دي لو تلاحظوا مرتبطة ببعضها، قيمة النادي الأهلي التسويقية، سفر أعضاء مجلس الإدارة وحضورهم مؤتمرات تسويقية كبيرة في أعظم الأندية العالمية نادي ريال مدريد، وهو بيتكلم عن صناعة كرة القدم، كيف تصنع منتج متعلق بكرة القدم يدر عليك دخل مادي كبير تقدر تصرف من خلاله على قطاعات الألعاب المختلفة. ونادي ريال مدريد يمكن من الأندية اللي ما عندهاش ملاعب أو ألعاب رياضية كتير، انت بتتكلم في كرة قدم، كرة سلة، أو يعني بتتكلم في ألعاب رياضية قليلة جدا، بعكس النادي الأهلي اللي عنده أكتر من 19 لعبة وبيقدر يصرف على الألعاب دي كلها. ما بالك بقى بالقيمة التسويقية لكل هذه الألعاب والارقام الاخيره اللي اتحققت. هو احنا بنتكلم عن كره قدم بس وبطولات افريقيه والنجمه الرابعه في البطوله المحليه، انت عندك في السله كمان انت واخد بطوله افريقيا العام الماضي، عندك في كره اليد واخد كاس الكؤوس الافريقيه، عندك في كره الطايره سواء رجال وسيدات انت واخد كل البطولات المحليه الافريقيه والعربيه وكل البطولات. فبالتالي قيمتك التسويقيه من خلال هذه البطولات بتتعظم بشكل كبير جدا. حضور الجماهير وشعبيه النادي الاهلي والارقام والاحصائيات اللي طلعت خلال السنوات الاخيره عن شعبيه النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي، مش في مصر على فكره، ده بتتكلم في الوطن العربي، بتتكلم في افريقيا، احنا سافرنا افريقيا وشفنا قيمه النادي الاهلي في افريقيا وفي ادغال افريقيا عامله ازاي. لما تلاقي تيشيرت النادي الاهلي لابسينه شباب واطفال افارقه في الشوارع وفي الادغال الافريقيه بتعرف قيمه ناديك وبتعرف قيمه ناديك الكبيره جدا. عشان كده لما بتسمع الارقام الكبيره في النادي الاهلي بتبقى دايما ارقام مختلفه وارقام مختلفه تماما عن اي مكان تاني. ودايما النادي الاهلي في ملفه التسويقي واللي تابعناه خلال الفتره الاخيره واللي هيتم الاعلان عنه التفاصيل اكتر خلال الفتره القادمه، لان الناس لغايه دلوقتي ما تعرفش ملف التسويق الاهلي اشتغل عليه ازاي. تخلص الاجتماعات، تخلص فتح المظاريف في المزايده رعايه النادي الاهلي، ثم بعد كده عندنا برضه في ملف أخرى متعلقة بالبث الفضاء وملفات تانية، وهتسمع أرقام جيدة جدا هتعرفوا الإدارة التسويقية ودكتور سعد شلبي اشتغل إزاي خلال الفترة الأخيرة عشان يوصل وينتقل بالنادي الأهلي ومن خلال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب لمرحلة مختلفة تماما 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 في السنوات الثلاث أو الأربعة القادمة أو حتى خلال السنوات القادمة بالنسبة للنادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله نتمنى له التوفيق على جميع الأصعدة، سواء على المستوى الإداري، المستوى الرياضي، المستوى الجماهيري، المستوى الفني بإذن الله. لكن إن شاء الله بإذن الله من خلال هذه الاجتماعات يكون في أرقام جيدة تسعد جماهير النادي الأهلي ويكون في أخبار سارة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي في السنوات القادمة يا رب إن شاء الله. بشكل عام كنا بنتكلم معاكم عن النادي الأهلي وبنتكلم عن استعداداته في المرحلة القادمة، كيف تمت التعيينات والتجهيز بالنسبة لقطاع كرة القدم، كيف تم الاستعداد بالنسبة للملف الفني وتعيين الجهاز المعاون خلال الفترة القادمة، وقريبا جدا سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد اللي هيقود القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة. عندنا مباريات محلية، استعداد للدوري، استعداد للكاس، 40 دوري لكن بنستعد لل41 إن شاء الله، بطولة أفريقيا، الهدف الأسمى
لمجلس الإدارة وجماهير النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تكون البطولة التاسعة بطولة أفريقية مهمة جدا، مزايدة الرعاية، مزايدة البث الفضائي، أمور كثيرة جدا تتعلق بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وزي ما قلت لكم والله خلال الفترة الحالية الدوري انتهى والموسم انتهى، لكن دايما الأحداث ودايما الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي بتكون أخبار كثيرة وعديدة ومهمة، والخبر لما بيتكتب عن النادي الأهلي في حتة بتشوف حجم المتابعة والفيول عالي جدا للخبر، بتعرف من خلاله قيمة الأهلي التسويقية ازاي من الخبر اللي بيتكتب عن النادي الأهلي. ممكن خبر بيتكتب عن أي مكان تاني ما بيسمعش قوي، لكن أي خبر يتكتب فيه اسم النادي الأهلي شوف الفيو وشوف المتابعة وشوف الخبر ده بيتم تداوله من كم مليون شخص في الوطن العربي، لأن اسم النادي الأهلي في المرحلة الحالية بشكل عام بإذن الله كمان متعلقين الفترة القادمة بأمال كبيرة جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني والاستعداد لكأس العالم بروسيا إن شاء الله. مضطرين نختم، لكن إن شاء الله على صفحتنا الرسمية وعلى صفحة قناة النادي الأهلي ومن خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي هتتابعوا كل ما هو جديد فيما يتعلق بالمزايدة والرعاية الخاصة بالنادي الأهلي، وإن شاء الله الليلة دي قبل السحور بإذن الله تسمعوا أخبار كويسة، أخبار جيدة تسعد جماهير النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي وجماهيره بإذن الله تحتاج إلى البسمة والسعادة خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وكل التوفيق يا رب بالنسبة للنادي الأهلي. دي كانت متابعتنا الخبرية ومتابعتنا الخاصة بالنادي الأهلي خلال فقرتنا النهاردة اليوم الأربعاء من داخل قناة النادي الأهلي. كل التوفيق يا رب المجلس الإدارة والجماهير وأعضاء النادي كان